مرحبا في مود بارت بفقرة بوكس أوفيس لهالأسبوع، رح نتعرف على أجدد وأقوى خمس أفلام عالمية في شباك التذاكر. كالعادة أفلام تتقدم وأفلام تتأخر. جاهزين؟ Let's go. في المرتبة الخامسة يحتل الفيلم فلايت، وهو فيلم دراما يلي حصل على 7.6 نقاط من أصل 10 ويلي جمع 61.5 مليون دولار خلال 3 أسابيع من عرضه في دور السينما، والفيلم من بطولة دينزل واشنطن. في المرتبة الرابعة احتل الفيلم الانيميشن والكوميدي روكيت رولز يلي حصل على 8.3 نقاط من اصل 10 ويلي جمع 122 مليون دولار خلال 3 اسابيع من عرضه في دور السينما. واما في المرتبة الثالثة فيلم لينكولن، وهو فيلم دراما وهيستوري يلي حصل على 8.4 نقاط من اصل 10 ويلي جمع 22.5 مليون دولار خلال اسبوعين من عرضه في دور السينما. واما في المرتبة الثانية فيلم سكاي فول، وهو فيلم اكشن وكرايم يلي حصل على 8 نقاط من اصل 10 ويلي جمع 161 مليون دولار خلال اسبوعين من عرضه في دور السينما، والفيلم من بطولة دانيال كريغ. واما في المرتبه الاولى للاسبوع الثاني على التوالي فيلم ذا توايلايت ساغا بريكنج داون بارت 2، وهو فيلم دراما وفانتسي حصل على 6 نقاط من اصل 10 ويلي جمع 141 مليون دولار خلال اسبوعين من عرضه في دور السينما، والفيلم من بطوله كريستين ستيوارت روبرت باترسون وتايلر لانتون. ذا توايلايت ساغا بريكنج داون بارت 2. هاي لمحة سريعة عن أفضل خمس أفلام عالمية في شباك التذاكر لهالأسبوع. ما تنسوا تتواصلوا ويانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتشاهدونا على اليوتيوب Full HD، وبشوفكم بعد شوي.